فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل اشترى أرضا ثم أصاب هذه المنطقة وهذه الأرض أصابها زلزال، يقول: هل يدخل هذا في وضع الجائحة أم الحكم؟ لا، إذا شراها تلفت على ذمته وعلى ملكه، ما فيها شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز بيع صاع تمر؟ وضع الجوائح هذا في الثمار، ما يجي بالأراضي ولا. نعم.